السلام عليكم. المحاضرة الثالثة في مادة الجيوتكنيكال موديلينج، سنتحدث عن الكونستيتيوتيف موديلينج اللي هو الفصل الثالث في الكتاب جيوتكنيكال موديلينج. بهذا الفصل سنتحدث عن الكونستيتيوتيف موديلينج. ما المقصود بالكونستيتيوتيف موديلينج؟ الكونستيتيوتيف موديلينج نقصد به أي مجموعة من العلاقات، أي نظرية تربط تغير الإجهاد مع تغير الانفعال المصاحب له. إذن العلاقة ما بين السترس وما بين السترس نطلق عليها constitutive modeling. هذا الفصل من هذا الكتاب راح يتضمن العديد من constitutive modeling، قسم من هذه ما أخذيها في تفاصيلها وقسم من عندها جديدة. المطلوب من عندنا أن نعرف أنواع المودلينج، وكذلك أن تكون لدينا بعض المعلومات عن هذه المودلينج حتى بالإمكان أن نستخدمها بشكل صحيح. الكونستيتيوتيف مودلينج هي ليست موديل ممكن أنه يعمل خلال يوم أو يومين، لا، هي ما إنما الكونستيتيوتيف مودلينج قد تحتاج إلى عدد كبير من الباحثين، تحتاج إلى سنوات طويلة، تحتاج إلى دراسات عديدة حتى نوصل إلى هذه العلاقة. طبعا من المودلز اللي نعرفها واللي درسناها هي الايزوتروبيك إلاستيسيتي، الإلاستيك بيرفكت بلاستيك واللي هي تابعة أو نطلق عليها مهر كولوم، وكذلك الكامتلي. هذه أشهر الكونستيتيوتيف موديلينج اللي تستخدم في ميكانيك الطرق. النقطة الأخرى اللي تهمنا بهذا الموضوع هي اختيار الموديل المناسب. كنا نعرف أنه من خلال الدراسات السابقة أو من خلال معلوماتنا أنه من نطبق theory of elasticity أو الإلاستيك الايزوتروبيك إلاستيك على التربة، عندما نصل إلى مراحل متقدمة من الفشل وتتحول التربة إلى حالة البلاستيك والنونلينياريتي، تكون هذا الموديل اللي هو الايزوتروبيك إلاستيسيتي غير فعال. ما المقصود غير فعال أو ما المقصود بغير صحيح؟ أما أنه إحنا إذا نفذنا مشروع أو نفذنا منشأ واستخدمنا هذه العلاقات، أما أنه المنشأ سينهار أو ستفشل التربة أو أنه نكون على جانب عالي من الأمان، وهذا طبعا غير صحيح. من نأتي إلى الكامتلي ثيوري بالأدفانس سويل ميكانيك، تعرفنا عليها، لاحظنا أنه هذه الطريقة يفضل أن نطبقها على التربة الطينية، تكون جدا فعالة بالتربة الطينية. من نأتي على الكامتلي ثيوري، لاحظنا أنه هذه تكون جدا فعالة في التراب الطينية، لكن قد تكون غير فعالة في التراب الرملية. ممكن أنه احنا نطبق مهر كولومب على التراب الرملية تكون أفضل. إذن لابد أن يكون اختيارنا للكونستيتيوتيف موديلينج للبحث اللي نعمله يكون دقيق. أيضا ما ننسى نقطة أخرى، عندنا السترس هيستوري. السترس هيستوري مهم جدا. نبدأ، هل التربة هي، مثال على السترس هيستوري، هل التربة هي normally consolidated لو over consolidated؟ نتذكر هل التربة هي dense إن كانت cohesion less soil أو loose. نعرف كل زين أنه بالشير strength في حالة الـ over consolidated clay هناك peak ما بين العلاقة ما بين الأكسيال strain والستريس، بينما بالnormally consolidated لا يوجد البيك. كذلك هذه الحالة تنطبق على الدين ساند واللوس ساند. أيضا لا ننسى، إذا نتذكر في الأدفانس سويل ميكانيك ومن درسنا الكامتلي ثيوري، لاحظنا أنه عندما نسلط أحمال عالية جدا على الدين سويل سيتصرف تصرف اللوس. إذا ستريس هيستوري اللي نقصد به إحنا ستريس باث، منذ نبدأ من الجيوستاتيك ستريس أو بل نبدأ من قبلها،
كيف تكونت التربة ثم الجيوستاتيك ستريس حتى نهاية إنشاء المشروع. لا ننسى تأثير الدرين والأندرين كذلك على اختيار المودع. أنا بهذا الفصل ما راح أدخل في التفاصيل غير مطلوبة التفاصيل في هذه المودلز، لأنه بهذا الفصل هو يعيد اشتقاق هذه المودلز، وكمان لاحظ في هذا الجزء. ننتقل إلى النوع الأول. النوع الأول اللي سميناه الإلاستيك موديل. الإلاستيك موديل هي علاقة linear relationship between stress and strain. نربط العلاقة ما بين الستريس والسترين علاقة خطية، وهذه العلاقة قد تطبق في الأحمال البسيطة بالتربة، أو مثل ما أخذنا في الفصل السابق من كنا نتكلم عن السيكند وعن التانجنت، قد نأخذ جزء من المنحني، جزء من العلاقة ما بين الستريس والسترين، ونطبق عليه الإلاستيك ونأخذ التانجنت أو نأخذ السيكند ونطبق عليها هذا الموديل اللي هو الإلاستيك موديل. طبعا الإلاستيك موديل يكون بسيط، تكون معادلاته بسيطة، يكون تمثيله بالفاينايت ألمنت بسيط سهل، مقارنة طبعا مع الموديلات الأخرى. من النقطة اللي احنا تهمنا بمشكلة الإلاستيك هي ما نسميها ب الانايزوتروبيك، حالة عدم التماثل في اي نقطة من نقاط التربة. نلاحظ انه الخواص الهندسية باتجاه العمق مثلا تختلف على الخواص الهندسية باتجاه الافق، اتجاه الافقي. هذه طبعا من الامور التي يجب ان ناخذها بنظر الاعتبار اذا كان عندنا دا ندرس على الكونستيتيوتيف موديلنج باستخدام الإلاستيك أو الثيوري أوف إلاستيسيتي. طبعا أيضا عندنا الدرين ترايكسيال كومبريشن تيست والأن درين ترايكسيال كومبريشن تيست، هذولا كل واحد من عندهم أكو عندنا بها اتجاه في هذه النظرية. النظرية الأخرى هي إلاستيك perfectly plastic model. طبعا اللي نقصد بيها الإلاستيك perfect plastic model هي موهر كولومب. موهر كولومب مثل ما نعرف انه طبقناه في السويل ميكانيك في المرحلة الثالثة، وبهذه الأشكال نلاحظ العلاقات المستوحاة من هذه النظرية. طبعا بصورة عامة دينطينا المعادلات الموجودة هنا، احنا ما اريد ندخل في تفاصيلها. ايضا احنا عندنا نقطة اخرى انه بهذا الموديل اذا كان عندي ليست حالة الاعتيادية، عندي كولابس او قد يكون عندي سوالينج، ايضا ممكن ان ادرسها باستخدام الكونستيتيوتيف موديلينج لموهر كولومب. النظرية الاخرى هي هناك ما نسميه بالإكستيند موهر كولومب موديل. الإكستيند موهر كولومب موديل أخذ بنظر الاعتبار جزء من الستريس سترين يعتبره إلاستيك، إلى حد معين يعتبر الجزء الآخر هو بلاستيك. يعني في الأحمال البسيطة يحدث عندنا إلاستيك، أما في الأحمال الكبيرة أو العالية فراح يكون عندنا حالة البلاستيك. النوع الثالث من الكونستيتيوتيف موديلينج بعد الإلاستيك بيرفكت بلاستيك هي ما نسميها إلاستيك هاردنينج بلاستيك موديل. إلاستيك هاردنينج بلاستيك موديل، هذه الموديل، هذا الموديل لاحظ انه اكو عندنا جزء راح يكون عندي الستريس بمرحلة تسطيط الاحمال راح يؤدي لي الى نفرضه هو ان يؤدي لي الى
إلاستيك سترين ممكن أنه ترجع المادة، وبعدها راح يخلق عندي بلاستيك. أيضا هذه درست في موهر كولوم مثل ما راح نلاحظ بالموديل القادم اللي يسموه إكستند موهر كولوم، وكذلك في الكام كلي ثيوري. بالكام كلي ثيوري قد ما كنا نشرح تفاصيل الكريتيكال ستيت لاين، لاحظنا انه بهذه الثيوري هناك ما سميناه بالإلاستيك وول. الإلاستيك وول كان الحد الفاصل ما بين ان تكون التربة بحالة الإلاستيك وتكون التربة بحالة البلاستيك. طبعا هذا الموديل الى استخداماته والى حالاته. النوع الثالث من الموديل هو ما نسميه الإكستيند موهر كولوم، الإكستيند موهر كولوم اللي هي نوع من أنواع الإلاستيك هاردينينج بلاستيك. إكستيند موهر كولوم مثل ما لاحظنا أنه موهر كولوم يعتبر جزء من التربة بسلوك الإلاستيك وجزء آخر من سلوك البلاستيك. فمثل ما تلاحظ هنا أنه مثل ما نلاحظ بهذه العلاقة كيف أنه دي يصير عندي التصرف في جزء من الماتيريال كإلاستيك وجزء آخر من الماتيريال يكون عندي تصرفه كبلاستيك، وخاصة عندما نصل إلى مرحلة ما قبل الجلد. لاحظها هي الجلد كرايتيريان والفلورول، وهذه كلها درسناها بالأدفانس سويل ميكانيك. النوع الثاني من الإلاستيك هاردينج بلاستيك موديل مع الإكستيند موهر كولوم موديل هي الكام كلي ثيوري. والكام كلي ثيوري أخذنا تفاصيلها في الأدفانس سويل ميكانيك، أنا أيضا يشرح هذه النظرية وكيف نطلع قيم خصائص التربة اللي سميناها لامدا وكابتا، وكانت بتفاصيلها في الكام كلي ثيوري في الأدفانس سويل ميكانيك. نوع آخر من الموديل نسميه موديلينج نون مونوتونيك لودينج. ايش نقصد بالنون مونوتونيك لودينج؟ النون مونوتونيك لودينج هي ليست الأحمال الاعتيادية التي تتسلط على التربة، هذا اللي نقصد به، أحمال غير نمطية. قد تكون impact loading، قد تكون انه loading يزداد، قد يكون loading على شكل cycle، فهذه نسميها monotonic loading. طبعا هنا ما ممكن انه اختيار، من راح يكون عندنا اختيار للموديل، لابد cycle بالloading، impact loading تأخذ بنظر الاعتبار حتى تمثل الموديل عندي بشكل صحيح. عندنا الموديلينج سيمنتيشن اند ستراكشر. سيمنتيشن اند ستراكشر مثل ما نعرف احنا عندنا التراب الجبسية هي تراب سيمنتية اذا لم تتعرض للماء. ايضا عندنا تراب في بعض المناطق يسموها كالكيليس سويل، ايضا هذه التراب تكون متماسكة بوجود الاملاح وتنهار مع دخول الماء اليها. طبعا هذا الموديلينج مالها سيختلف عن بقية انواع الموديلينج الاخرى. نوع اخر عندنا الموديلينج ريت افكت. ما المقصود بالريت؟ الريت قد يكون عندي بالسرعة اي الزمن، هل تسليط الحمل بزمن قصير، هل تسليط الحمل بزمن عالي، كل هذه تأثر على اختيار نوع الموديل. وينطينا example بهذا الكتاب على حالتين من حالات ما نسميها بالموديلينج ريت افكت. هل العمل اللي سأقوم به هو مختبري؟ إذا كان العمل اللي سأقوم به مختبري لابد أن أهيئ وأصمم برنامج للفحوصات المختبرية التي سيتم إجراؤها. تصميمي للفحوصات
أي مقصد كلامي. مثل ما لاحظنا من أستخدم مهر كولون سألجأ إلى فحص الترايكسيال تيست، أستخرج سيجما 1 وأستخرج سيجما 3 لنموذج من التربة بمختلف سيجما 3 كونفايننج بريشر، أرسم دوائر مور، أرسم المماس وأستخرج المهر كولوم فيلير انفلوب، ومن ثم أنتقل إلى الإكستين لمهر كولوم، أو قد أعمل على الإلاستيك هاردينج بلاستيك، ما عندي مشكلة. هذه كثيوري. هذه الأرقام بدنا نحكي عليها راح نطبقها بالفاينايت ألمنت. أما إذا كان الموضوع اللي أعمل عليه هو استخدام تراب طينية وراح أستخدم الكاميكلي ثيوري، إذن سألجأ إلى فحص الكونسوليديشن، سألجأ إلى فحص الوان دايمينشنال كومبريشن، لأن المطلوب من عندي أن أستخرج قيم لاندا وكارتا. طبعا أيضا هو ينطي هنا بهذا الفصل أمثلة عن هذه الموديلز اللي يتحدث عنها. النقطة الأخيرة اللي هي selection of parameters calibration of model، اختيارنا إلى المعاملات التربة اللي راح نستخدمها في الموديل. مثال، هل نختار البيك لو الألتيميت؟ البيك والألتيميت، العلاقة ما بين السترس والسترين في الدين سويل الأوفر كونسوليديتد كلي ينطينا بيك وينطينا ألتيميت. ايضا تحدثنا بالفصل الثاني على السيكند والتانجنت، العلاقة ما بين السترس والسترين ايهما سنختار. كل هذه الامور تأثر على النتائج التي سنحصل عليها. اذا بصورة عامة ماذا استنتجنا من هذا الفصل؟ في هذا الفصل توصلنا الى الاستنتاجات التالية، انه هناك علاقة ما بين السترس وما بين السترين. هذه العلاقة سميناها الكونستيتيوتيف مودل. لدينا عدة أنواع من الكونستيتيوتيف مودل اللي هي ايزوتروبيك إلاستيك، إلاستيك بيرفكت بلاستيك اللي هي مهر كولوم، وعندنا الكاميكلي ثيوري. هذه الموديلات الثلاثة حتى نختار واحد من هذه الموديلات لابد أن أخذ بنظر الاعتبار الستريس هيستوري، أي أقصد الستريس باث قبل تسليط الحمل وبعد تسليط الحمل، وكذلك الباوندري كونديشن. حالة الأن أيزوتروبي يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار، إن كانت دراستي وان دايمينشنال ماكو مشكلة في أن أستخدم الإلاستيك ثيوري أوف إلاستيستي، لكن عندما تكون عندي دراستي التو دايمينشن هنا يجب أن أخذ حالة الأيزوتروبي للتربة. عرفنا إذن أكو إلاستيك هاردنج بلاستيك موديل، إكستيند مهر كولوم موديل، وأيضا عندنا موديلينج لحالة الأحمال غير النمطية، وإذا كانت التربة من نوع السمنتيشن، وكذلك تأثير الريت. لهنا أنهي الفصل، شكرا جزيلا.